أنا جمال، استحقش حبك ولا استحق إنك تموتي بسببي. سامحيني يا ضي عيوني، سامحي يا قمر ليلي الأسود، يلي من بعدك حشوف غير السواد. سامحيني سامحيني يا حب عمري كله. تعال يا بن داري، تعال يا ولد ابوي نشرب ونتسلطنوا، فوتك من الافيون اللي هيهد حيلك ده. الافيون ده مزاج وعلاج، الحشيش ما بيظبطنيش دماغي. الحشيشه دي زينه وهتعدل دماغك، ولو دماغك ما تزبطتش ابقى خد لك سنه افيون، واحنا يعني هنشتروه؟ ما هذا موجود وده موجود والخير كتير والحمد لله. ما قلت ليش يعني عجاب هنتصرفه ونصبنا في الحشيش كيف؟ الرجالة عايزين حقهم عرقهم. رجالة بيقولوا يا كبير ادونا حقنا حشيش ونبيعه. حقنا حشيش ونبيعه؟ دول كدابين. النفر منهم لو صادف ونزل البندر بيمشي يتلفت حواليه خايف الحكومة تعكشه، فاكرينه ما ينزلوا البندر يسرحوا بالحشيش ليه؟ فاكرين ملوحة يا يا كبير الزاد ما دخلش بيتهم ليهم أسابيع. دبرنا جاب والعمل يا أخوي. أنا اتفقت مع واحد من العرب اللي بيمروا علينا، قال لي إنه هو في طريقه بيعدى على عيلة السمان وهم أغلبهم تجار مخدرات، اديت عينه يوريها ليهم. عيلة السمان بتاع الصمتة ولا بدر السيوب؟ معرفش، هو قال لي هيعاود بعد اسبوع ولا عشر ايام ويرد علي. طب عرفتش عيلة حسان عملت ايه في نصيبها؟ ايه بعته يعني وبكام؟ وهم دول هيغلبوا؟ ما مناه عارف كل تجار المخدرات اللي في مصر وبيتفق معاهم. أمال هم الخواجات كان عايزين يحطوني مطرح عليه، ما هم كانوا خايفين منه. يا خسارة، كان نفس ولد همام يبقى زي مناع زكاوته. أنا فتت وصاحبه سنين طويلة عشان يبقى زيه، لكن صاحبه عشان يحشر وقته. ما تشغلش بالك بهمام يا أخوي، ديت هيتجوز وانا هستلمه واخليه راجل وهموت قلب الرهيف ده. عايز قلبه حجر صوال وغلاوتك عندي يا ولد ابوي اللي خليه يحط ولده الصغير تحت رجليه ويفعصه من غير ما يحن. الايام اللي جايه عايزة رجالة بقلب حديد، لازم نسبتوا لعيلة حسان ان احنا نقدر نزرع الحشيش ونبيعوه من غير ما نحتاجوا له. تصدقت انهم حيبطلوا؟ صحيح، اللي يدوب مكسب الحشيش ما يقدرش يفوت ابدا، انت عارف كل حاجة. حتى لو بطلوا يا اخوي، حتى لو بطلوا خليهم يستغنوا، احنا مش هنبطلوا ونبقوا احنا الغناي وهم الشحاتين الفقراء وندوسوا عليهم برجلينا. المهم الاول جوازة همام التم يكون في معلوم الجميع، اللي هيجيب سيرة نسمة مرة تانية هيحصلها، دي حكاية ومفضت خلاص. احنا بنتكلموا عن طارنا عند البندرية، ما هو مش معقول نقبل ان بيتنا تبقى تحت التراب واللي غواها بيتجوز ويتنى، ده ما يضيش ربنا. شاهين مالكش صالح، البت بتي والطار طاري وانا اللي اقول، معيش حد يتكلم في الموضوع ده. طب ونصبر على معايره عيله البندريه ليه؟ اكتم اكتم يا حمار يا غبي. يا اخوانا احنا عندنا اللي اهم دلوقتي. ايوه مناع ولدي ربنا يكرمه اشترى 200 فدان بره النجعه، هنزرعهم من خيرات ربنا، خضار وقمح وفاكهه وكل حاجه. 200 فدان؟ ايوه. صح الكلام ده يا كبير؟ ايوه يا ولدي، والارض والمحصول هنبقى شركه فيه. وفي نفس الوقت مش ههملوا النجع البندرية، يتمكنوا منه ويتحكموا فيه لا، لكن كيف ما عمرنا النجع
نعمروا الأرض الجديدة ونعيش من خيرها في أمان وبعيد عن المخدرات. بقول يا رجالة، اللي مش معانا ملناش صالح بيه، واللي يده في يدنا يبقى على الحلوة والمرة مع بعض. احنا كلنا معاك يا كبيرنا. احنا عمرنا ما نخالفك يا عمي. يبقى على بركة الله. هنطلع الأرض الجديدة يا ناجي، وعبال المكن والمواتير ما يجوا هنبني العشش اللي هنعيش فيها، وربنا يكرمنا. دي سلالة نظيفة ومية مية من نعبي. أمال فاكر ايه يا دكتور؟ فاكرني بلع في بلاد بره ياك؟ لا والله. اهلا 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 يا باشا. لا مؤاخذة، المكان مش قد المجام. انا رأيي نروح على المكتبة وعلى الججال ننضف. مفيش داعي يا مناع، لما قالوا لي ان شحنة المواشي وصلت قلت اكيد هلاقيك بتستلمها هنا، وبالمرة اجي ابارك لك. يا باشا سيادتك تطلبني في اي وقت وانا اجيك لحد عندك. يا مناع انت راجل نظيف ومفيش عليك اي شبهة، احنا نجيلك ضيوف وبس. وتأكدت انها شحنة مواشي فعلا؟ يا راجل عيب، انا قلت لك يا مناع انت ملفك سليم وتحرياتك سليمة والتقرير في مصلحتك. انا جاي لك وسط خير في هدف نبيل. اؤمر يا باشا. انت قدمت البت توفيق بيها؟ ده انا متراقب. يا سيدي لا متراقب ولا حاجة، كل ما في الأمر إن الراجل بده يطمن بيسأل عنك. ظاهر يا بيه إن المعلومات السرية اللي حضرتك قلتها له ما عجبتوش، مع إنك وعدت إن تكون سرية، لكن ماشي عادي. اسمع يا مناع، لما سألت توفيق بيه عن موضوعكم لقيته لسه قلقان، فأنا من ناحيتي طمنته وقلت أجي أبشرك بالخبر السعيد دوت، وبالمرة أضمن دعوة الفرح. انت تشرفني يا بيه، يمين بالله تكون اول المدعوين. الف مبروك يا عريس. اسيبك تشوف شغلك. يلا سلام عليكم. سلام ورحمة الله. على السلامة يا باشا. يا كبير الله يبارك فيك يا عمادي. الله يبارك فيك. كان نفس اهل النجع كلهم يكونوا موجودين، لكن يلا عيلة حسان ما عادتش تهمنا. اهل النجع كلهم عارفين بالجوازة دي. همام يا همام، مهر عروستك يا ولدي عشان عمك عبادي يشهد عليه هو وناسه. وديه لمين يا ابوي؟ وديه لعمي المرحوم ولا لمرات عمي ام جميلة؟ لي انا يا ولدي، انا في مقام ابوها. امال انت كبير العيله وكبير النجع كله. هات يا همام. دياب وصل المهر ده لابو العروسه جوا مع الحريم. حاضر يا كبير. مبارك يا همام، منورين يا رجاله. عيش طبعا. بكرة إن شاء الله ليلة الحنة، وبعد بكرة هتتزف العروسة من بيتها لحد بيتي. طبعا انتوا كلكم معزومين ولا ايه يا عبادي؟ مبروك يا كبير. الحمد لله الحمد لله. المهر وصل الحمد لله. نقروا الفاتحة ان ربنا يهديهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الفاتحة كمان على روح نسمة بنت حسان اللي اتقتلت ظلم بسببي، واشهدوا يا ناس انها بريئة وانا كمان بريء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين.